يحمونا بالليل الساعة 4:30 الصبح قبل ما النهار يشقشق، نحمل حاجتنا في العربية ونطلع على المواقع في الضلمة. النهار يشقشق علينا فين؟ في الموقع. صدقني اللي حصل ده 1 2 3. الحرس كان معاه طقم حراسة للموقع عشان يمنع أي حد يطلع لي، عشان السلاح بتاعنا كان سري جدا. فندم يا فندم يا محمد، في قال ده في واحد واقف فوق. واحد واقف فوق ازاي يا ابني؟ طلعت جري لقيت واحد واقف في الموقع على التبة فوق؟ في الموقع. يا وحش، احنا كان زمان احنا ما بنتكلمش يا دفعه ولا بتاع. يا وحش بتعمل ايه يا وحش؟ راح فين يا وحش؟ جاي منين كده؟ يا وحش انت بتعمل ايه هنا؟ لقيت راجل كبير فوق ال 40 سنه كده وانا 20 سنه. بتعمل ايه يا وحش؟ انا حكم دار الموقع انت. لقيت ايه؟ الرطب مش باينه. قال لي يا ابني انا مدير مش عارف ايه سلاح المهندسين هنا. وفين الضابط اللي معاك؟ قلت له الضابط في احمد 1. وده موقع احمد 3، يعني الفصيله 3 مواقع. نعم. احمد 1 احمد 2. نعم. مش احمد موسى. نعم. احمد ولا احمد 3. نعم. قال لي بص يا ابني، النهارده المنطقه دي هتتضرب. احنا ما شفناش ضرب، احنا سمعنا ضرب من اول ما جينا الاربع خمس ايام، ضرب ده على طول. نعم. المنطقة دي هتتضرب النهارده. يا في اول ضوء يا في اخر ضوء. قلت له اول ضوء ايه؟ يعني طب ايه العمل؟ من الساعة 9 اخر هجوم من الطيران للصبح الساعة 9:30 10. نعم. قبل السراب والشمس ما تعمل. نعم. احنا كدفعة كلنا ما جبناش 20 سنة. قلنا بقى خلاص يا عم النهارده خلاص النهاية بتاعتنا. ما دام الطيارات على طول ما انت ماشي، كنا لا مؤاخذه عشان نعمل حمام نمشي بيه انا زمايلنا، تمشي على شطه في اي وقت ممكن يحصل. اي في لحظه وقت. في لحظه. المهم يعني العربيات كنا متأمدين على اي مطعم كده او اي كتيبه. نعم. يجيبوا لنا الاكل. نعم. الفطار جه الساعه 8:30 كده. نعم. ولا 9. نعم. كله لو مش عاوزين لا مش هناكل ده هنموت. نعم. لغايه لما الساعه 9:30 10 عدت قلنا الحمد لله مفيش حاجه. عدت الساعة 6:15 كده لقيت واحد جاي من بعيد خالص مساء. النهار مع شهر 30/6 يوم 30/6 70 النهار بقى. كاشف. نعم. واحد جاي على الحراسة. قلت له خليه يطلع. نعم. ما فيش شريك ابن يومين جنبنا. انت لوحدك ما فيش ناس. نعم. جنبك خليه يطلع. يطلع يقول لنا احنا فين ولا. نعم. دي ايه ولا. نعم. والله زي ما بقول لك كده. نعم. طلع ملازم. اول مهندس اسمه عبد اللطيف ما اعرفش ايه. قلت له قال لي انتوا وانتوا سلاح ايه؟ قلت له احنا مراقبه بالنظر. ما بيقولوا لنا اوعى تقول سري السلاح ده سري. انتوا مراقبه بالنظر. الصاروخ بتاعي القاذف بتاعي. زي ما صوره الصرف بتاع الصحي بتاع الاحواض مثلا. نعم. كده وطول كده. نعم. مغطاه من مشمع وبس محدش يعرف. انتوا مراقبين النظر. قلنا له المنطقه ديت ايه صوتها؟ قال ده انتوا قبل ما تيجوا بوينت كانت المنطقه هنا مولعه وضاربين قواعد الصواريخ اللي هي بتتجهز. تبقى قواعد الصواريخ بعد كده كل ما قاعده تبتدي تتعمل يضربوها قبل ما تتسلم بيوم ولا يومين معجنه. قلت له بقول لك ايه؟ ما هتضحك. ايوه. نعم. قلت له هي اسرائيل في اسرائيل بتيجي منين؟ والله السؤال ده ما انتهوش. يعني ما احنا مش عارفين احنا منين يا طريق؟ ما احنا عارفين الاتجاه اللي معانا البوصله. ومعانا ومحدد الموقع. اتجاه الشمال وكله كله. قال ايه؟ بقول له بتيجي. قال لي بص هم بيجوا من هنا عشان نروح يضربوا في حلوان وما اعرفش فين، وبيجوا هنا يضربوا وهو بيشاور كده. بنبص لنا 8 طيارات. 8 طيارات في الجفره في السويس. يوم 30/6/70. يا خبر اسود. العيال جريوا وهو بقى ما لقيتوش عبد اللطيف ده. في لحظه ما لقيتوش. نعم. وكل زمايلي راحت عدت ورانا طيارات. الطيارات من فوقنا كان ارتفاع عالي. نعم. عدت ورا في منطقه الربويكي ورانا كان ب 7 8 10 كيلو ما اعرفش. نعم. بس انا ضرب ال8 طيارات دول ما انساش المنظر وصوتهم في وداني لغايه دلوقتي. التفجيرات لغايه دلوقتي. اتاري عرفت بعد كده ان
المخازن التموين الجيش الثالث، مخازن الذخيرة، كل المخازن بتاع الجيش الثالث كانت في الروبيك، زي بقت عاصمة إدارية جديدة دلوقتي. نعم. الغل بقى والعصبية، أيوة، وبقولها يعني زمايلي كلهم بيموتوا، زمايلي يعني مثلا، نعم، كل الجيش، نعم، ده يعني الخراب ده، طب ايه ده؟ المهم ايه؟ وهم راجعين، أيوة، عاملين انتشار وطيران منخفض. انا متدرب على طيران منخفض، السلاح بتاعي، ايوه. المهم ايه؟ عاملين انتشار جامد. وبعدين ببص لقيت في طياره جايه في حدود القطاع بتاع الموقع بتاعي. يعني حجمها، ارتفاعها بيبين لي انها كذا. والله العظيم ثلاثه، والله 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 الكلام اللي حصل بالظبط كده. ببص لقيت الطياره واطيه، ايوه، ومموهه زي لبس الصعقه كده. والطيار شفته لابس الخوذة بتاعته، عشان كان ارتفاع 70 80 متر، 100 متر مثلا. نعم. الغل عملت بقى ايه؟ عملت ايه يا حضرتك؟ الغل بقى وشتيمة في داخلي، او صوت عالي كمان. يا ابن طب الصاروخ اللي معايا فين؟ ما انا شايله على كتفي. انا شايله جاهز. ما انا شايف الخط. ما ادام اي هجوم انت بتشيل صاروخك على كتفك. اول ما جه بنقف احنا بقى، الفنيات بتاع الصاروخ ديت، ايوه، بتوقف انت على خط تقاطع على خط سير الطياره. الطياره جايه كده، أيوة، تمشي على تقطع الخط بتاعها على زاويه 90. نوعها ايه الطياره؟ ايه نوعها؟ ايه؟ سكاي هوك. سكاي هوك. انا وقفت كده، انا شايفها كده، ايوه، كده على اللمبه مثلا دي كده، ايوه. اول ما جت الطياره قدام الناشنكاه عندي، ايوه، الناشنكاه قدامي عندي بيبين لي المسافه الجيده للاشتباك، حتى الدايره. ايه هي؟ ايوه. لو الطياره نص الدايره كده، لا ما تشتبكش. لو هي الطياره ماليه الدايره، نعم، ادي كده 100 100. نعم. انت لقطت اللمبه نورت، ايوه، والجرس مجموعه الاطلاق، يلا مجموعه الاطلاق هنا، ايوه، جنب كتفي ضربت زي جرس باب الشقه كده، واللمبه نورت. عد بقى 31 32 33، بقيت الزاويه كام؟ 45 مع الزاويه 90 الاولانيه. اضرب. الصاروخ طلع. طلع القاذف. انا اول مره اضرب. احنا كنا بنتدرب على ايه؟ على حسب الالي. نعم. اول مره الصاروخ يطلع عملي حقيقي. اما طائره العدو الاسرائيلي، وانا ضربت الصاروخ. المهم اللحظات ديت اللي بقول لك عليها بقى، الصاروخ بيطلع قاذف لهب، قاذف من ورا، نار، من نار، من القاذف. قوه النار بتاعته، لو انا فوق سطح الارض بقوله 6 متر 7 متر. والحفره اللي انا واقف فيها اللي هي قعدنا نفحت فيها، نعم، حفره برمانيه، نعم، دي، نعم، الرمله حمراء خالص. الرمله حمراء. نعم. لما الصاروخ طلع اللهب بتاعه وضرب في جدار الحفره، أم الرمله الحمراء كلها طلعت ايه؟ سخنه نار. وانا كنت لابس اوفرول ومدخل ياقه جوه عشان الجو كان نار في شهر 30/6، الجو حر خالص. الرمل ده والسخونيه دي، كنت لابس نضاره الاطلاق اسمها نضاره بتاع الموتوسيكلات كده، ما بقتش شايف حاجه، الدنيا بقت حمراء كلها. قلت لها ايه ده؟ هو انا ضربته ولا الصاروخ انفجر فيا؟ ما انا مش عارف، انا مت. هو ده مت؟ هو ده مت؟ نعم. صدقني والله العظيم قعدت بقى ايه، لحظه صاحبه مش شايف حاجه خالص، الدنيا مع عفره عفره رهيبه. نعم. وبعدين لقيت العيال زمايلي جم، وقعت 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 فينا حته عند اللواء السادس مدرع، ان احنا بنبات عنده على بعد 7-10 كيلو. دول اول صاروخ باول طياره، ده الغل بقى. الغل. هو ده انها لما وقع الطيار جه بعد كده قالوا هو اتأثر وجا في التلفزيون، احنا طبعا بنسمع تلفزيون. نعم. نعم. العيال زمايلنا في اللواء السادس مدرع مسكوه، وكانوا عاوزين يبهدلوا لهم قائد اللواء. نعم. مسكوه واحترموه جدا صراحه يعني، وايه؟ جدا. واتشحن على القاهره. قال انا ما اعرفش انا ايه اللي حصل لي، انا حسيت ان في حاجه مسكتني من ورا. انا شفت طلقات. ما شافش. ما شافش. الصاروخ اصلا بتاعنا كان اياميها سرعته 430 متر في الثانيه. الطياره كانت 200 متر في الثانيه. قوه مناوره الصاروخ عندي في الحركه والجري، عشان هو بيجري وراها،
هي الطياره تيجي كده كده هو وراها وراها في كل مش هيسيبها، يخش فتحه العالم اللي هي المنظر الحراري الجبار ده اللي مديله الطاقه الكهربائيه والحمد لله جالي بعد كده بقى اللي هو عمنا مواصل. قبل ما يجي اللي هو عمنا مواصل هنروح للي هو